كده معاكم ويشد حيلكم وربنا يحفظكم ويشوفه هو يعني موجود كان في البلاد لكن قلبه وعقله مع المصريين. وانا بشكره على السؤال والحقيقه انا طمنته تماما وهو طلب ان احنا نراعي برضه مستقبلا تدعيم احوال التفسير وده كنا عاملين مؤتمر عليه النهارده لان طبعا كميه انتفاخات الميه بتزيد بزياده عدد الكرتات لكن احنا مشروع عملاق والحمد لله يعني نسبه التنفيذ ويعني طبعا بتبقى عاليه جدا وبتزيد كل يوم عن الثاني لكن احنا بنبقى مستعدين لنواجه اي حدث. اللي حصل امبارح اداره موقف مدير الموقف على اعلى مستوى. انا بطمن الجميع الجمهور بتسير بصوره طبيعيه جدا جدا واللي حصل ده لا يؤثر ولم يؤثر على سواء القناه الجديده او القناه الحاليه. هشرح لحضراتكم